انت اللي ايه ده؟ ايه الفلوس دي يا ياسر؟ انت بتفتشي ورايا ولا ايه يا اميره؟ بص دول 700 واللي اتسرق من خزنه المستشفى بيقولوا 800 850، يعني اللي ناقص من هنا 150 ألف جنيه، ودول اكيد اللي انت وزعتهم على الناس اللي ساعدوك، صح؟ ده انت كمان عديتيهم. لا بجد برافو عليكي، شاطره قوي. ثانك يو. يو ويلكم. لا وايه الذكاء بينط من عينك. عامه كل اللي انت قلتيه ده صح. عايزه ايه بقى؟ عايزاك تنفذ كل اللي قلت لك عليه، يا اما بكره الصبح هروح النيابه واقول لهم مين اللي سرق خزنه المستشفى. هو انت ليه محسساني ان انا مش عايزه اطلعك؟ اميره انا ما بغصبش ست تعيش معايا غصب عنها. عايزه تطلعي تطلقي. مش هفضل بقى امسك فيكي واقول لك ما اقدرش اعيش من غيرك واديني فرصه ثانيه والكلام الاوفر ده. هي حاجه واحده بس هقولها لك، مع السلامه. انت عارف يا ياسر، والله كنت ناويه اتنازل لك عن كل حاجه ومش عايزه حتى مؤخر الصداق بتاعك ده، لكن بقى بعد ما شفت الحلويات دي تنسى. بايدك. عايز اقول لك على حاجه، اخبطي دماغك في الحيط واخبطيها جامد قوي. الفلوس انا مش هدفع. زي ما دخلت هنا بشنطه هدومك هتخرجي من هنا برضه بشنطه هدومك. ما عنديش كلام تاني اقوله.